زي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام. طيب زي ما حضراتكم برضو اكيد عارفين فانه مصر كانت من ولايات الدول اللي عزت في وفاة الرئيس الإيراني الراحل السيد إبراهيم رئيسي، وفي وفاة طبعا وزير خارجيته رحمة الله عليه السيد حسين عبد اللهيان، وطبعا كافة المرافقين، وكانت التعزية رسمية من الدولة ومن رأس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش بس كده، أيضا معالي وزير الخارجية سيد سامح شكري يشارك في تشييع المراسم الخاصة بالرئيس الإيراني. معانا على التليفون دكتور هدى رؤوف خبير الشؤون الإيرانية. أهلا بك يا دكتور هدى. أهلا بحضرتك دكتور هدى. يعني ونحن نتحدث عن حادث الطائرة المتعلقة بالرئيس الإيراني ووزير خارجيته والمرافقين ثم المراسم التعزيات إلى آخره، بتعتقدي أنه نقدر نقول ملامح القادمة للتوازنات في المنطقة تسير في أي اتجاه؟ يعني هناك احتقانات، نرى ما نرى على الصعيد الفلسطيني تحديدا، ونرى أيضا خلوا في المنصب حتى في إطار المواد الدستورية التي تعين رئيسا مؤقتا حتى إجراء الانتخابات. يعني لو حضرتك بتقصد من السؤال تأثير وفاة إبراهيم رئيسي على الأوضاع الإقليمية في المنطقة، مظبوط. يعني طبعا اختفاء الرئيس الإيراني ووزير خارجيته هو حدث هتكون له تداعياته الداخلية في تصوري أكثر من الخارجية، لأن احنا لو بنتكلم عن منصب رئيس الدولة في إيران فبنجد أنه طبعا ليس هو من يضع السياسة الخارجية وأدواتها ويحددها، وإنما ده بيتم من خلال جهات أخرى على رأسها المرشد الإيراني، مجلس الأمن القومي والحرس الثوري بشكل أساسي إلى جانب المرشد الإيراني. أما الوزير الخارجي رئيس الدولة ووزير الخارجية هم يعني شبه يعني رئيس الجهاز التنفيذي، يعني مثل منصب رئيس الوزراء، وبالتالي وزارة الخارجية تساعد في تنفيذ السياسة الخارجية وليس وضع ملامحها، وبالتالي الملفات السياسة الخارجية المرتبطة بالانفتاح أو التوتر مع دول الإقليم، العلاقات مع إسرائيل، العلاقات مع الميليشيات في المنطقة، التوترات، حتى الملف النووي والمفاوضات مع الغرب، كل دي أمور هي محسومة من قبل المرشد الإيراني، والذي بمنح لبعض الملفات بالضوء الأخضر بالنسبة لحكومة رئيسي وقتها أنه يتحرك فيها. بالتالي التأثير لن يكون كبير في مجال الإقليمي أو السياسة الخارجية، ستستمر كما هي. يعني لا نقول أن هناك انفراج، ولا نقول لا، ستستمر السياسة الخارجية الإيرانية مثل ما هي حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد. وحتى في توقعي أيضا إذا جاء رئيس جديد طبعا هيكون استكمال لسيطرة التيار المتشدد والأصولي على مفاصل الدولة الإيرانية، وبالتالي لن تتغير تلك السياسة حتى بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة. طيب دكتور هدى، أعلم جيدا أنه يعني المحللين والخبراء دائما ما ينظرون في كل كلمة وفي كل مصطلح. إحنا كان عندنا في التعزية كان هناك كلمة ومصطلح أعتقد أنه هم شوية جديدين على المصطلحات الرسمية المصرية، وهي أنه الشعب الإيراني الشقيق. ده من جهة، دي التعزية الرسمية. ومن جهة أخرى إرسال أو ذهاب وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري. هل بتعتقدي أن هناك تطور ما شكلا ومضمونا في العلاقات المصرية الإيرانية وليس فقط على المستوى الدبلوماسي؟ لا، يعني خلينا واضحين، في إطار دبلوماسية الجوار وفي إطار رغبة إيران في أنها يعني تخرج عن عزلتها الإقليمية، طرقت أبواب عدد من الدول، وكان طبعا على رأسها مصر، وكان هناك إلحاح وإصرار. وحتى صحيح. في الحالة المصرية يعني كان طبعا إيران طول الوقت بتتكلم عن عدد من الدول، وجدنا مثلا أنها عملت اتفاق مصالحة مع السعودية، حسنت العلاقات مع الإمارات، بعض يعني تتكلمت عن البحرين، لكن بنجد في الحالة المصرية كان هناك دائما تصريحات من كل مسؤول الدولة الإيرانية، حتى المرشد الإيراني تحدث عن الرغبة في تحسين العلاقات أو رفع مستوى العلاقات مع مصر، تحدث أيضا رئيسي كذا مرة
عده مرات، حتى احد الدبلوماسيين في الجهاز في الخارجيه الايرانيه قال ان رئيسي قال له فلنستعيد لتحسين العلاقات مع مصر. وبالتالي وحتى ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجيه ووزير الخارجيه، بالتالي كان في رغبه شديده جدا من الجانب الايراني نحو تحسين العلاقات مع مصر، تطبيع العلاقات، رفع مستوى العلاقات ويعني قدما للامام. وطبعا نتيجه توترات المنطقه وبعض الاحداث هنجد حتى وكان منها غزه، بالتالي وضعت الظروف حينها يعني وجدنا ان الرئيس السيسي التقى بالرئيس الايراني في قمه الرياض حينما التي يعني عقدت على خلفيه حرب في غزه. هنجد ان كان هناك اتصالات بين وزير الخارجيه سامح شكري ووزير الخارجيه الايراني عبد اللهيد، وبالتالي ده كان طبيعي جدا ان وحتى مصر يعني لم تمانع في فكره تحسين العلاقات ولكن بشروط، شروط الدوله المصريه وعدم التدخل، يعني مساهمه ايران في تهدئه التوترات في المنطقه، عدم يعني تصعيد التوترات في بعض البؤر التي قد تمس مصالح الامن المصري والامن العربي. وبالتالي هناك يعني ليس هناك رفض من مصر لكن هناك شروط تريد مصر ان تلتزم بها الدوله الايرانيه، وبالتالي هي كانت فكره لنرى وننظر الى سلوك الدوله الايرانيه. وبالتالي في حدث جلل مثل الذي حدث لايران حاجه ان كل دول المنطقه حتى التي كانت لديها علاقات سيئه ومتوتره مع ايران يعني اوفدت طبعا وفود وممثلين من عندها، وبالتالي فطبيعي جدا ان كان وزير الخارجيه يكون موجود. هناك عدد من الدول الخليجيه، طبعا كل الدول الخارجيه تقريبا ارسلت الوزراء الخارجيه، يعني التمثيل كان مختلف طبعا من دوله لاخرى. وبالتالي فكان طبيعي طبعا ان مصر طبعا يكون في بيان تعزيه للشعب الايراني، لان يعني في النهايه انت تعزي الدوله والشعب ايضا وليس النظام السياسي الموجود، ودي بتكون رساله طيبه طبعا من قبل دوله زي مصر وبقيه الدول الاخرى بان هناك رغبه طيبه ونوايا حسنه ناحيه ايران والشعب الايراني. وبالتالي فكره او الافكار المترسخه لدى العقليه النظام الايراني التي ترى ربما يكون هناك اضطهاد من بعض الاطراف في الاقليم او خارج الاقليم، لا احنا يعني ده بادره خير بتبين للشعوب الشعب الايراني ان ليس هناك اي يعني نوايا سيئه تجاهها من دول الاقليم. اشكرك جدا جدا يا دكتور هدى، كل الشكر لدكتور هدى رؤوف خبير الشؤون الايرانيه.